يا اخوتي السلام عليكم، معكم مورايد فيديو جديد. السلسله المحبوبه اللي عز عليكم رجعات مره اخرى دويره مع مورايد، ورجعت بحله احسن. غنوليو نديروها في كاع المدن، ما بقاش نديروها في مدينه مكناس كما قلت لكم في واحد الفيديو قبل. والمدينه المحظوظه عندنا باش غنبداو هذه هي العاصمه العلميه، مدينه فاس، مدينه اللي عز علينا، جيراننا فاسا. غندوزو بعدا للدار، نلبسو الجاكيطه ونلبسو الليغات ونمشيو. ستوري راني حاطه في انستغرام، ومازال لحد الان ما عرفت شي واحد شكون اللي غادي يشارك معايا ولا ما غايشاركش. غنوصل تما ونشوفو الدراري اللي سيفطوا ليا ونشوفو اللي قراب. داكشي اش كنقول لكم، بقاو معايا على القرص. انستغرام ديالي هنايا، نتلاقاو في مدينه فاس. يلا معايا. نحن في مدينة فاس العاصمة العلمية، مدينة العريقة ذات الاثنى عشر قرن تاريخ، تتشم التاريخ في هذه الأسوار. دابا غادي نمشيو اخوتي ناخذ شي قهوه ونرتاحوا شي شويه ونتغداو ونشوفوا هاد سعداء الحظ اللي غيشاركوا معنا هاد النهار في دويره مع مورايد. راح حطيت ستوري راهي في انستغرام. خلاص دابا نتوما باش تتفرجوا الفيديو هادشي راه داز. داكشي اش نقول لكم، دخلوا عندي الانستغرام باش تكونوا ديما على القرص، اي جديد كاين تتكونوا نتوما الاولى تتعرفوا. شي فيديو بغيت نشارك معكم فيه شي حاجات نتوما الاولى تتعلموا بهادشي. هادشي علاش داز عندي الانستغرام مورايد. كما قلت لكم اخوتي غنعزلوا هاد الجوج. وبالنسبه للعزل راه غير برازار تنعزل، تنشوف اللي واجد اللي قريب فهمتوني، يعني اللي يناسب لي لقيته انا فاش كاين صافي تنتوكلوا على الله. ماشي زعما ولا كانوا بزاف مثلا كاينين تدير شي قرعه. سير اخويا هذا هو اللي كان. يلا كملوا معنا لا فيديو. يا اخوتي السلام عليكم من جديد. احنا دابا راه جي بي اس اكتيفي، غاديين عند الدري الاول. راه صيفط لينا اللوكاليزاسيون هنايا، حنا غادي نقلبوا عليه ان شاء الله و باش ما ندوخوش. اخوتي حدا السبع، حتى فاس راه عندهم السبع، السبع ديال النحاس. حدا برج فاس، الدري قال لينا فاس جديد، انا مش عارف هنا فاس جديد فاس القديم. درت لوكاليزاسيون ونيت راسي. شحال بقى لينا؟ بقات لينا 5 مينوت. فوالا نهبطو على برج فاس، حنا قربنا. خويا باش تعرفو هاد الدري ما تنعرف لا سميتو ولا حتى شي حاجة، راه غيطلع عندي في انستغرام، جاني في الوقيتة يعني مناسبة. انا غادي عندو معرفش منين دايز، تابع اللوكاليزاسيون صافي. فاس نعرفها ماشي باش نعرفهاش، مي تنعرف شي بلايص لي باينين. حتى برج فاس جيت، نرجس جيت، يعني هي البلايص اللي واضحين فهمتوني. هما زعما تغرقت لداخل والو ما تنعرفش. هانتوما شو منين دزت بلوكاج. فانا بلي هذا ماشي فاس جديد، هذا فاس البالي هذا. ايوا جاب الله عندنا موطور، كون كانت الطوموبيل ولدي كون بقينا للور ما نوصلو عندك تال السبعة د عشية. فاس ناضية، فاس مدينة اللي مالك تغوت اخويا ما قسناكش. اخوتي جينا عندو تلقينا الدرب مقطوع، ماشي مقطوع انما الديور الدروبه مضيقين لداخل، ما جاش دخل بموتور كبير فوز دوك الزناقي. المهم قلنا له يخرج عندنا، قربنا عنده ما امكن. حدا ثانويات علال الفاسي، الكاسك خلاص ضروري، الكاسك الثاني. المهم شي مرات وقيله اللي ما كانش عندي في الدويره مع مورايد، مي مزيان. وفين اخويا تلفتي وقيله على البلاصه هانيه مزيان، صبح على الكاسك شوف بخير مزيان. صحابك صحابك راني لتحت انا اخويا، طلعت اللوكاليزاسيون عطاتني مازال ندخل في الدروبه. لا لا تقربت عندك شي شويه هنا، كلشي بعدا بخير الله يكبر فيك. هاك اخويا دير الكاسك ديالك،
عندك شي موتور ولا ما عندكش؟ لا ما عندكش. ياك عاد عوال ان شاء الله. ان شاء الله بغاوك باش تقنع كما ندفع. ويل قنعوه بعدا بغاو دابا طلع الزجاجه من هنا قاسها شي شويه. ها انت زيد باش تطلع هذه الشمس. ها هي باش نطلعو هذا الكاسك ديال الدري صاحبي هورنيطه. كيدك تسوي الدراري قال له راه عاد دابا هبط واحد الدري هنا بالموطور ونكحت من الكاسك. اه لا طلعت لهنايا لقيت داك الشيء مازال غارق وانا نوقف. صافي راه نسد لك هذيك. شنو عندك من عام؟ 17. تبارك الله زيده. اشنو قالوك غادي يشريو لك؟ دابا باغي يشري نيترو. شي نيترو ولا سبيريت ولا نيترو حسن؟ نيترو فيها الرادياتور حسن لك. اه ولكن ما مطلوب النيترو عندكم هنايا ماشي بحال مكناس مطلي مكناس مطليه فيها النيترو بزاف. هنا قليله شي مطلوب باش كيديروا السبيريت اكثر من النيترو. غادير معاك واحد اللعيبه انت ما درتهاش مع الدراري الاخرين. اشوف ثلاثه اللعيبات دابا كل واحد والموتور شنو تيعجبو فيه. كاين اللي كيعجبو الجرات اللي كيعجبو كابراج كاين فهمتي. انت شنو باغي واش يعجبك الجرا ولا كابراج ولا نمشيو غير بالعقل هكا بريستيج في المدينه شنو بغيتي؟ شنو غير بالعقل ما نجرو ما والو ياك. لا حتى حنا كنا الجرا ماشي غير بقاو نطير. كاينه بلاصه كاينه بلاصه خاصه بالجرا داكشي. مرحبا جاتك. فاس عامره اليوم فاس عامره من الضروري حيت اليوم ما خدامينش الناس. دابا تندير هذيك الدويره مع مريض في مكناس تقدري بزاف تيصيفطوا لك اخويا وحنا وحنا فهمتي كش راه مره مره بخلي لك الساعه راه مع الدراري ديال مكناس ولا نقول واش انا باش نقول هاني راه نقدر نطلع عند هذاك الشيء. الله يسخر. كاسك ياك الشمس العشية المهيلة تغوي بالله شمس العشية. الكاسك اخوتي الكاسك صح. ها صراحة الموطور في حاجة زوينة بزاف. ها الموطور راه تعيش به واحد الاحاسيس اللي ميمكنش تعيش بهم بالرانج الفيلار ما تعيشهمش بها. الموطور تتحس براسك راك كتحس بالحرية اكثر. اه لازم عنده اخلاق بحال بنادم. لا دابا اغلبيه الفكره اللي كاينه عند الناس هي كيشوفوا الموتور كيشوفوه بديك الطريقه ديال البسلامه ديالش الكاسك تيكابري. هذا هي الفكره اللي عند الناس. ولكن راه ماشي كلشي دايرين هكاك. راه كاينه واحد النسبه ديال الناس اللي بعقلهم فهمتي. هذاك يعني فاش شافوا الفيديو شافوا هذيك النسبه القليله ديال ايوا الحمد لله الفيديو ديالنا عطى الثمار ديالو واخا ما جابش بزاف المشاهدات. ونقنع الوالدين ديال خويا محمد باش يشريو له الموطور. قالوا له غنبداو معاك بنيترو او شويه بشويه هكا كتبدا. اللهم لك الحمد تيفرحني بحال هادشي باش نشوف انا الفيديو ديالي يعني اثر في شي واحد ماشي اثر او لا كتجوعه ما عرفتش كاع شنو وقع. بدا شي خنزير فيا شوف شي يضربني. ديال اللي باين ولد عائلة يعني عرف يقنع والديه اللهم لك الحمد بطريقة يعني اش كيقولوا بلاتي هي أحسن ماشي بشي وحدين سامحهم الله. انا نقطع سميتي من العالم المدنية انا لا ما درتوليش وانا غادي نقتل راسي. لا ماشي هكا ليس هكذا تسير الامور. خوتي مرحبا بكم من جديد. خويا محمد مرحبا بك مره اخرى معنا ولا مرحبا بيا عندكم في فاس ياك. الله يكبر فيك اخويا. خويا بعدا قلت لي قبيله قلعتي الوالدين ديالك في الاول ما كانوش مقتنعين. لا ماشي قال لك فهمتي متربيين تيخافوا عليك راك عارف انت البلانات هادو اللي كاينين على الماطر وداك الشيء.
النهار داك الفيديو ديال الافران المهم داك الجيست اللي درتي انت بزاف وداك البلانات فتفرجوا من داك الفيديو تفرجوا الفيديو ديال فاش فرقت الحلوه في عيد المولد النبوي ياك ولا ذكرى مولد النبوي وي تقول لي صافي دابا بحال بديتي كتقنعني شي شويه ولا ممكن عادك شنو اللي خلاك داكشي بحال قلتي ولات كتشوف المطار بطريقه ايجابيه كنت كتشوف بحال قلتي غير الدراري باسلين وداكشي ياك كتشوف غير البساله خصوصا هنا في فاس عندكم الدراري بس لي شي شويه في السوق ياك فهمتيني الدراري داير كاس كتشوف الحجره في الطريق شوف شحال ديال الطريق ضرب عليا واش لا رجعوا ثاني هزا وديك البلانات تقول لي صافي دابا تحرك فيها شي حاجه شي اخر شويه العاطفه ايه مشكل الحمد لله هادشي اللي بغيت اللهم لك الحمد بعد الفيديو ديالنا يعني قدر انه يحرك شي حاجه او لا يدير شي حاجه ايجابيه خلى الوالدين ديال خو محمد انه يقنع تقتنعوا انه يشريو موطور اش موطور بغاو يشريو لك نيترو شحال قلتي لي عندك من عام 17 نيترو مزيانه هذا المهم كعاد تكملها مزيانه ماشي مشكل على ما تكملها ودير انا راه موطور اول موطور درتو راه حتى كانت عندي واقيلا شي 19 عام ولا نشوف له 20 زعما ماشي ضروري حتى ديرو في وقيته صغيره باش دير تقدر حتى تكبر عاد ديرو ودير موطور ما دايرهمش شي واحد اخر فهمتيني يعني الخير فوق ما جا ينفع الحمد لله وكي جات الدويره معنا كي دوزتي معنا الدوير ياك واش اول مره غتركب موطور كبير ولا فايت ركبتيه لا فايت ركبت ولكن ماشي شي موطور هذا كبارين بزاف راك عارف طاي ماكس اس هاش يعني ماشي موطور فيتاس كبير ماشي موطور فيتاس كبير هذا فيه شويه شي حاجه زايده شويه ياك شويه ديال الادرينالين تيتحرك اكثر عاد راه سولت قلت لك واش نجري ولا ما نجريش قلت لي سوق لي راه بالعقل اخويا درنا لك خاطرك كاين اللي كيخاف كاين اللي صدقهم كرينا في الماط راه اخويا ما قادرينش على داك الشيء مزيان هو هذا هذه هي التؤديه الحلاوه ديال الموطور هي تمشي داك الشيء بريستيج في وسط المدينه شقا غادي بشويه قانوني ودوز حدا المخزن هذه حلاوه الموطور ماشي ديك البساله حضي من هنا حضي من هنا داك الشيء ما خدامش لا فعلا فعلا خويا محمد نهار كبير هذا وتشرفت بمعرفتك نتلاقاو شي نهار في بلاصه اخرى عاوتاني يلا خوتي بقاو معنا نمشيو عاوتاني عند الثاني اللي غيدوز معنا دويره مع مور هذه يلا ديني مول عبد الله شنو ندير مول عبد الله انا لا بغيت تقلق مع صحتي لا انت باسل جاي انت ها اوكي يلا جرب الكاسك شوف بعدا واش يجي قدك دير بعدا هذيك في جيبك ها اللي كان بحال لا انت باسل هذا شويه ظريف هذا ظريف انت هضر ماك تقول لي انا ما بغيتش نبان وين غنبين لك انت بنت باش تقول لي ما نبانش صاحبي الله يهديك بلاتي غنوريك شو ماشي هكاك لبس الكاسك صاحبي شد هاد الودنين شد هاد الودنين هاك انا شد الودنين ديال الكاسك ماشي الودنين ديالك زير بعدا جيبك زير هاك زير هادي واخا ما غاديش تزير يجي قدك غادي يبقى كيتحرك لك الكاسك شي شويه ماشي مشكل المهم هي المشاركه تبطه ما يبان له والو صح ما عليك تسمع عليك تخليها هكا وتطلعها تسمع عليك لعمت شنو تقول لك كل عام كنت مع جيب صغير كنت نكون واكل اللي باغي سخوط هذا وسي بلاتي نركبوا بعدا المسليقات ديالي وداك الشيء شوف شنو بغيتي انت بغيتي نمشيو بشويه ولا بغيتي نجريو ولا نكابريو شنو بغيتي شوف عزلتها كي بغيتي نسوق انا جي لك بغيتي ما طيحش لا ما غنطيحش ماشي شي شي كابره تبقى غادي انا الزهيب بروميان واحد شويه كل عاود نحطو ما نكابريش انت غادي انت بغيتي نكابري ياك ما ماشي شي حاجه انا بغيت تبقى غادي وانت مكابري بغيتي الصوره كيفاش فر بغيتي زعما ديك الاكسيليراسيون التقليعه مجهده وراه تيصورك هو دابا راك في يوتيوب راك تحط معايا في الفيديو الجاي السيمانه الجايه صافي صافي الفيديو راه خدام دابا صافي راه غادي تبان فيديو زوين حتى ندير الا عندك كونيكسيون دخل تفرج راه يعجبك الحال يلاه شكون راك معايا الاول انت يلاه ساهل اشوف راني سولتك قبل ما نقول قلت لك انا شنو بغيتي انت يعني الا كنعز عليك الصوره نجريو عز عليك نمشيو بشويه نمشيو اللي حب خاطرك انا راجي ضيف عندكم هنايا في فاس سمعتي اخي الرجل الله يكبر فيك الله يحفظك عزيز وغالي اخويا علاش يلا يلا شد يلا شد فيه توصل هنا ولا ما توصلش لا ما توصلش ما توصلش ما غادي ديرونجي شد غير هكا شد غير هكا صافي ما تخاف انت شي حاجه ما عمرك ركبت شي موتور كبير ما عمرك صافي ما تخافش ما يكون غير الخير وان شاء الله غيكون غير الخير وما غيكون الخير
امك يكون على خير ان شاء الله. اش كتقرا الفاتحة؟ راسك تقول الشهادة ماشي الفاتحة. عرف الشهادة بعدا ولا ما عرفاش؟ انت اصلا مازال صغير، مازال ما غاتمشي لجهنم لا والو، انت راه مازال طاير الجنة. هادو اخوتي دراري، كنت كنصور مع دريلو محمد واقف عطر زرجا وقال لي اخويا ضربينا طويرة، قلت له الله يتحتكم في الفيديو، انتوما اللي غادي تصوروا معايا كاع، انتوما اللي دازين فيكم. المهم اخوتي اسمحوا لي الدراري الاخرين اللي ما داش معايا او اللي كان كيتسنى فوقاش غير نجي لفاس مرة اخرى ان شاء الله. مازال نعاودوها ونعاودوها، حنا دابا عاد بادين يعني ما يبقاش فيكم الحال. هادو الدراري كتبت لهم شوية ديال الادرينالين يعني بلا ما خير يسكي وخير يجري شوية، عرف فين كيجري، ماشي غتجري وانت في الفيراج في الرؤية غير واضحة في الحديد مزاحم يعني، وتكون عارف الفران ديالك، تكون يعني تكون عارف شنو دير بالعربية، تكون عارف شنو دير ماشي غادي غادي على الله. يا حيا حنبل بلا بوليس هنايا، اللي طاح في المقلا كيتقلع. صافي كعجبو الحال. بغيت نعس بالرجل بلا ما تكذب عليه، واش تخلعتي؟ واش تخلعتي؟ قال لك تكون روح في الدنيا روح وحده، دخل بنعسه. سخوت هذا والله الا شفت معايا ما تيهضر ما والو، كنهضر ما تيقول ها؟ هنا ما كبرينا غير هنا زيت الرويضه شويه، واش هذا كابراج داخل عليك بالله؟ حسيتي بشي حاجه؟ كي دازت الخريجه اخويا بلا كذوب؟ مشينا ضربنا دويره، فين مشينا؟ مشينا لواحد البلاصه فيها مخزن فيها 70 بوليسي. اطلع الجزر ما غتشوف والو، ما غتشوفش، غادي دير هكا يخليها غير هكا، هادي راه تهبط حتى هي واش تطلع، دير الكاسك شويه هكا صافي هاك. والله ما تبقى على خاطرك. مرحبا مزيانه، شكون يدير معك هذا الشيء هذا؟ يلا سير من هنا ترون بوان واحد زوج صافي ما تخافش صاحبي، كون راجل صاحبي عاد حكينا معاك. هادو اللي كتبغيو يركبوا معايا الدراري مازالين صغار جايين كيترينيو، قال لك في اكاديمية محمد السادس، ما عرفتش واش اكاديمية محمد السادس كاينه هنايا في فاس ولا لا. المهم هادشي اللي قالوا لي، المهم قال كيترينو في اكاديميه محمد السادس، الله يسهل عليهم. انا عارفه كاينه في الرباط، ما يقدر يكون بحال اللي الفروع هنايا حتى في كنسس هيد، كنحس بيه عرفتي قاجني بيديه. مخلوع مالك مخلوع؟ مالك مخلوع؟ تخلع صاحبي ما والو، اطلق يديك صاحبي، عيش عيش صاحبي، ما تخافش اموت اموت وحده اللي كاينه صاحبي. لا لا هنايا شوف هنايا دير الكاسك ديالك وسير قانوني، ما تحترم ما تخرق لا قانون لا والو، شكون غادي يهضر معاك فهمتيني؟ لك شي مريقل بكاسكك بكل شيء، ما كاينش اللي غادي يدوي معاك. شفت راسك راكم تتشاهدوا دابا دويره مع مورايد في مدينه فاس. شنو كتقول؟ شاهدتي ولا مازال؟ مكابري غير شويه هانيه. اخوتي مرحبا بكم مره اخرى، كما شفتوا درنا دويره مع شاهد، ياك شاهد انت؟ رضا انت اللي خرجتي معنا الاول، كي دازت التويره؟ اخويا واعره ها، واش اول مره تركب في موتور كبير؟ اول مره اول مره، كي جاك الاحساس؟
راه بزاف راه مازالت لي دابا تيتم شوف مازال دابا والله الا تتنعس عليا في الطريق لا ولكن ما قدرتش شي حاجه ما بغيتهاش قلت لي ما تجري ما والو درتي داكشي اللي بغيتي نتايا درت داكشي هي في الاخر واحد الشويه زينا الرويضه ياك نيشان يعني هذا شعور مزيان موتور الماطر كانوا كيعجبوك في الاول قبل ما تركب معايا كانوا كيعجبوك الماطر اخويا مره شويه انا حلم تاعي هو فين دابا فين ركبتيني تقدر عاد الفيس غيولي فيك ياك نيشان ان شاء الله دير الموطور اللي تتمنى وانت شاهد شاهد شحال عندك من عام بعدا انت وانت انا 12 كتقرا كتشوف كترينو في اكاديميه واحد السادس دابا ياك ان شاء الله القرايه باش توصل داكشي اللي بغيتو باش باش داكشي اللي كنتو كتمناو غتوصلوا ليه ما تسناوش شي واحد يشري لكم والديك اللي ضربوا عليك تماره ان شاء الله حتى تفرحهم ويشوف كيبغاو انت قول لينا الشعور ديالك كيفاش حسيتي الحمد لله بعدا عاد بقى بقيتي عليا خو ما تجريش اخويا بشويه مخلع اسلام دور لهاد الجهه صاحبي شوف عباد الله حسيت بالتوريشه وفين كفريتي الحمد لله حمدك ربي وشكرا في هذاك قسم الفيتاس خوتي كفريت به وانا نقيس في الفيتاس بلا ما نحس وهبط الموطور يعني داز البامور وهو هبط حيت شكون بقى ياك ما بقاش غادي مكسيري ياك بعدا كلشي مزيان ما تخلعتي ما حتى شي حاجه اللهم لك الحمد حسكتي واحد اللقطه بغيتي كتقرا الفاتحه ولا كتشهد لا ما نعرف شو كنتي كدير هذاك كيقرا الفاتحه انت انا في قلت لي شهدتي ولا لا كاع شهدت صار شهدت نيشا قلت لي هذا نقول لكم اي واحد الحاجه راه رضات عليا امي وانا راني مسامحه في اي لحظه صافي يلا بصحتكم الدويره بصحتكم الخريجه مرحبا بكم اللي جيتوا في مكناس ان شاء الله نعاود جينا هنا الفاس وقولوا شي كلمه اخيره للناس اللي تتفرجوا فينا كما اخوتي ديروا ابوني ياك ياك وقول لهم قراو على راسكم الا بغيتوا توصلوا داكشي اللي بغيتوا يلا اخوتي يلا بلا ما نقول لكم عاد الدره قالوا لكم لايك كومونتير ابوني اللي ما دايرهاش وانستغرام ديالي ها هو فينا تلقاو ثاني الجديد وفين كنبقى نتصور معكم قبل واحد الفيديو وهذا الشيء اللي كان في الفيديو ديال النهار وتهلاو اخوتي حتى الفيديو الجاي يلا بيس